هو بالفعل الوكالة الأدبية مصطلح جديد على الثقافة العربية نفس ما ذكرتي، وهو موجود في العالم الغربي بكثرة ومن فترة طويلة. اللي خلاني أني أنا أوجد الوكالة العربية عندنا في الدولة هو كثرة الكتاب المبتدئين واللي محتاجين لتوجيه ومحتاجين لإرشاد، محتاجين لشخص ياخذ بإيدهم ويفهمهم أساسيات الكتابة ويساعدهم ويمشي معاهم إلي ما يوصلهم لدار النشر. فأنا كشاب إماراتي خلني أقول مبتدئ بعد، يعني بعدني أعتبر عمري مبتدئ، أحاب أني أشيل بإيد أخواني، لأن في النهاية القلم عبارة عن سلاح. فأنا أحضرهم لكتابة المواد الأدبية بشكل خلنا نقول يعني تتقبلها الساحة الأدبية. إذا خلنا نقرب المصطلح أكثر حق المشاهدين اللي تابعونا، يعني الوكيل الأدبي أنت تساعدهم، يعني شو، هل أنت تراجع نصوصهم، هل تصحح نصوصهم، هل تعدل على نصوصهم؟ لا يعني ما ندخل في تعديل النصوص. الكاتب يرسل لنا المادة الأدبية نراجعها ونعطيه الملاحظات المناسبة على المادة الأدبية ونرجع نطرش له إياها، يقراها يعدل عليها ومن بعدها يرجع يطرش لنا إياها، نحن نقراها مرة ثانية إذا كانت مناسبة ومشى على الملاحظات اللي أعطيناه. نبحث عن دار نشر مناسبة عساس تنشر للعمل. يعني عبد الله مثل المسلسلات عندكم أنه يعني أنت المؤلف والمنتج يقدر يسوي هالدار المستديرة مع الممثلين، ممكن أنه يتناقشون في الدور والخطوط وكذا ويتم التعديل لين يطلع شيء. يعني ما هو في المسلسلات ده ممتاز. ما تصير تديل ما تصير تديل في المسلسلات بل يصير بس عبد الله ما يبي يقول ها يصير بعض الاحيان هلاك شيء يسمونه في المسرح عمل جماعي غير تأليف جماعي، يسمونه التأليف الجماعي. نعم.